يعني يقوم حقيقة. بالواجب كما قلت. يقولك في الافراح انت مش محتاجاني جنبك، بس في العزا انا واقف. صحيح. يعني هو النكد بالنسبه له حفله. المره هي دي جينا مساج من العراق، سيرين تقول لك راجلي منكد علي عيشتي ال 24 ساعة، وانا امرأة فرفوشة ونحب الضحكة والجو. ما جوازك غلط يعني، اخترتي غلط بس كملي. مسكينة سيرين. يعني الله الموفق بقى. خلينا ننقذ الناس اللي بتخمم عشان ما حدش يوقع سيرين. كيفاش الملامح متاع راجل نكدي؟ كيفاش نعرفوها؟ كيفاش تعرفي النكدي ازاي؟ لا بصي، انت اول ما تشوفيها هتشيلي هم كده، كتفك تقلت، قلبك اتقبض، بقى في حاجه حصلت في الدنيا، في ستاير نزلت كده. انا بحس النكدي اول ما تشوفه يعني طالب عركه، يحب يتعارك، يحب يعمل مشكله، بيجرر شكل، ديما متهيئ للعركه. لا ودايما شكاي بكاي، يعني اللي هو طول الوقت بيشتكي وطول الوقت متضايق وطول الوقت مكشر وطول الوقت الناس جايه عليه وطول الوقت ظلموه في الشغل ومش طول الوقت، فانتي ما تشيليش همه يعني. هو 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 كده، ويبدا زيدا ديما بتغشش وعبوس هكا ديما. ايوه ديما طول الوقت قاعد كده، ولو ضحكتي بيكش بيستغربك، تضحكي مفيش حاجه تضحك، هو اصلا ما بيضحكش. تضحكي ازاي قاعد؟ وزيدا ديما يغزر ليد غيره، ديما يغزرش عنده غيره في يده، ديما يغزر باصص لغيره، ولو بص لنفسه شوف ناقصه. الشعر ده الشعر. لا وكمان وديما متشائم ويشوف الامور بسلبيه، معناتها ديما دايما شايف الجانب الاسود من السيناريو الاسود من الفيلم، اللي هو لا قفلته ما كانتش ينفع تبقى ايه، لو الفيلم مفتوح هيموت البطل. صحيح. عادي، ما ده هي دي بالنسبه له. وديما عصبي ومتوتر، عنده بانيك معناتها. ولو هادي فتلاقي دمعته قريبه. عارفه في عينين حزن في عينه كده. وزاد يتغشش من حاجات فيسع، يعني يتغشش بسرعة، من حاجات تافهة على الاخر، معناتها تنجم هي حاجة ما تغششش، اما هو يتغشش منها. ولو قررتي تصلحي يا اوهبي عمرك، اقعدي بقى ربي بقى، ربي عيال بقى وكبري جنبه، خاطر هو ديما حاسس روحه مظلوم مسكين. لا انت جيتي عليه وظلمتيه الحقيقه. عارفه. لا ولو ظلم حد تلاقي عنده مبرر كده، انه ما ياما الناس جت عليه، ما انا يعني انا ياما اتظلمت، انا وانا كده عملت حاجه، فما ما بيأثرش فيه. لا وانهزامي دايما، انهزامي جدا طول الوقت، شايف انه لا هي الناس جت عليه، طول الوقت شايف انه انا لو كنت عملت كده. ده بقى الناس اللي هي بتروح تقول لك انا لو الخناقه تتعاد وهو هيعمل كذا كنت انا عملت كذا ونكدت عليه اكتر. ونكدك بيخليها انتشي كده في حاله من ال انا كدت عليها كده، فما هم بيقولها لكيش، بس هي بتبقى جواه طول الوقت تعبان، هو بينهج وهو واقف، ما طول الوقت في ارهاق، في ارق، عرفت الحاجات اللي هي بتكسب تعاطف دي اللي بنعلقها عشان نلم تبرع. فلا اما فما مميزات، تخيلنا من مش الراجل النكدي. مميزات الراجل النكدي واجب بقى، صاحب واجب، هو مش تلقاه ديما حاضر في اي مشكله. يعني يقوم بالواجب كما قلت. يقول لك في الافراح انت مش محتاجاني جنبك، بس في العزا انا واقف. صحيح. يعني هو النكد بالنسبه له حفله. صحيح. هنعمل وبيش يوفر عليك السكر في الدار عشان ما فيش حاجه تحلي مرار ايامه. يعني لا وما بيحاسبش على مشاريب لانه شارب المر في وحشه. حتى فاتوره الضوء مش تجيك عاليه عشان هو تلاقيهم دايما حابين يقعدوا في الضلمه كده. صحيح. هو المود بتاع والنور مكانه في القلوب مش على الحيطه وكش. صحيح. خافت كده حتى، بس حاجه بيه اللي هو مش يكون طموح راهو، على خاطر هو مش يرضى باي حتى حاجه. ما بالعكس هو بيبقى طموح جدا، ده دايما باصص في ايد غيره ودايما يبقى عايز الحاجه اللي معاكي مش الحاجه اللي معاه. صحيح. عشان اللي معاه مش كفايه، مش يغزر فوق ومش يغزر المستوى اعلى. لا ده دي، لا دي حلوه فيها، دايما ناخدها من حته ان هو راجل طموح، صاحب نظره. صحيح. صاحب نظره والله في المكان. واذا تزوج عليك راهو مش من باب انه يحب المراه الثانيه، من باب جست يحب ينكد عليك. تخيلي تجوز عليها عشان ينكد عليها بس، يعني تغير كريتي عادي.
كبري دماغك كما تقول روان. ما تزعليش والله جات اللي تشيل عنك يعني ما تتضايقيش. صحيح امشي جيب لك كتر خيره واحده تعاونك في الدار وده ما فيش حد يزعله لانه زعلان اصلا هو طول الوقت متضايق فانت مفيش حاجه تعمليها هتضايقه. صحيح متضايق وطيب اللي تحب تعرف طيب اللي تحبه مش باش يركز مع الميك لا خاطر كل حق يعني ما عندوش يعني ما عندوش طعم للحاجات الحاجات كل كيف كيف حاجات طعم الايام دي. طيب مقرونه طيب كسكسي طيب لا ما فيش خالص الفهنه حبيبتي لا ما فيش خالص خلاص هو بالنسبه له الدنيا حاجه واحده وطعم واحد مود واحد ان هو ولو لقيتيه بقى يعني ضايقيه بقى ضايقيه بقى وقعديه وسط ناس فرحانه قاعدين في قاعده كده كلنا قاعدين ومبسوطين وبنضحك عايز يروح بتبيع طيب. هنقوم نروح كلنا انا هقعد لوحدي شويه هشرب فنجان قهوه كده بس مش عارف اسبقوا انتوا صح الصبح في ايه يا معلم اسبقوا بس انتوا مش عندي مشاكل بس هقعد احلها كده مع نفسي بيش شنو فعلا اننا بشريه وانسانيه وبني ادمين مضطرين نقعد نقول له مالك ونقعد جنبه فنشيل همه بس لا احنا مش هنعمل كده عايز اقعد لوحدي سيرين مسكينه سيرين تموت ولازم يقعد قاعده تموت في ايه في لا سيرين خلف الجدران حاسس فيا النفر في وشها والله مستخسرة اللي بيحصل ده بس دايما ربنا بيشيل ويحط كده يعني دايما ربنا عارفة انتي ايه شنو تنجب بتعمل مع رجلك لا تدعي ده خلاص تصلي ليه النهار بقى ربنا بقى ادعي ربي يتولاها والله يعني في رعاية المولى بقى والنكد شنو قولوله تنهيده ايه دي تطلع وراها حاجه نكد تنهيده جايبه نكد اصلا عزيزي النكدي يعني انا اسفه لو هخرجك من 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 بير احزانك ومن من ظلمك الراكد يعني انا اسفه جدا لو انا هحرمك من وجع القلب واسمح لي اشد ايدك واخرجك من بئر الاحزان اللي انت عايش فيه ما تخليش سواد قلبك يضلم حياتنا الله يبارك لك يعني فكها علينا كده الله يفكها عليك عندك حاجة تقوليها له ولا نخصمه أنا أقول له الحقيقة حاول تغزر للكيس من جهة المليانة وأوزن الأمور وادخل لدارك بطاقة إيجابية ديله العقل ربي تجيب لك الرزق ربي تجيب لك الرزق تستفيق